السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في أولى حلقات برنامجكم الكرة في أسبوع عبر شاشة التميز، شاشة قناة الصحة والجمال. خلينا كده في عجالة أعرفكم بفقرات برنامجنا اللي هتكون إن شاء الله كل أسبوع كل يوم جمعة. إحنا بنتكلم على جميع الدوريات المصرية وأيضا الكرة العالمية. هيكون معانا في فقرتنا النهاردة في البداية هيكون معانا طبعا نتائج الجولة الـ 12 في الدوري الممتاز الدوري المصري، وهنتكلم أيضا مع بعض على الاحتفالية الجميلة في اختيار الأفضل إفريقيا اللي كانت بتنظمها مصر من يومين، وهنتكلم في الفقرة الثانية على دوري الممتاز به، هنتكلم على الثلاث مجموعات، مجموعة الصعيد ومجموعة القاهرة ومجموعة بحري. أيضا القسم الثالث هيكون معانا أيضا، والنهاردة هنتكلم على مجموعة واحدة فقط وهي مجموعة اسكندرية، وفي فقرة خاصة بالناشئين. طبعا النهاردة في الكواليس ضيوفنا اللي منورنا ونجم التحليل ونجم الكرة السكندرية الكابتن محمود نايل شيكا هيكون معانا بعد الفاصل إن شاء الله، والنجم الجميل نجم الناشئين أيضا الكابتن أحمد صالح منصور أبو طالب من محافظة البحيرة نجم نادي السكة الحديد السكندري هيكون معانا أيضا بعد هذا الفاصل. بنتمنى إن شاء الله إن حلقتنا النهاردة وهي أولى حلقاتنا في هذا الموسم وفي عام جديد إن شاء الله تنال إعجابكم. هنطلع لفاصل قصير جدا عشان نستقبل ضيوفنا أحمد صالح وكابتن شيكا، نطلع لفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل عشان نستقبل ضيوفنا الكرام. يمكن في البداية خليني أرحب بالكابتن شيكا. كابتن شيكا نجم اسكندرية ونجم نادي السكة الحديد، منور برنامج الكرة في أسبوع. حبيبي يا كابتن محمد، ده شرف ليا طبعا أنا مع حضرتك النهاردة، وإن شاء الله البرنامج يكون برنامج خير إن شاء الله بإذن الله. حبيبي وطبعا نجم آخر ونجم من العيار الثقيل في قطاع الناشئين بنادي السكة الحديد الاسكندرية، نجم البحراوي الجميل الكابتن او النجم احمد صالح منصور ابو طالب، لان في الكواليس والده قال لازم تقول اسم كامل، منور ابو حميد. اهلا بك يا كابتن محمد، انا سعيد ان انا موجود معاك في برنامج الكره في اسبوع. احنا سعداء ابو حميد، وان شاء الله تكون فقره متميزه ان شاء الله. ان شاء الله كابتن. كابتن شيكا خلينا في البدايه، كابتن شيكا او محمود نايل الشهيد بشيكا، انت من محله طبعا الحمد لله. عرفنا كده قصتك، ازاي طلعت من المحله رحت وصلت اسكندريه ازاي، وازاي وصلت نادي السكه الحديد وبقيت من اكبر المدربين اللي موجودين في القطاع. لا الحمد لله طبعا بشبيش دي طبعا تبع لمركز المحله الكبرى بالغربيه طبعا، اللي جابني السكه الحديد اسكندريه طبعا رئيس القطاع كابتن احمد عبعال هو اللي اتصل بيا وقال لي لازم تكون موجود معانا في نادي السكه الحديد لفرقه 2003. فالحمد لله طبعا بعد ما قعدت معاه وقعدت مع رئيس النادي الحاج حسين وهبه والبشمهندس عبد الحليم جابر واتفقت معاهم، والحمد لله بقيت موجود في نادي السكه الحديد. كابتن شيكا انت في وانت في المحله اكيد كنت بتلعب في مكان قبل ما تروح السكه الحديد وتبقى مدرب، عرف جمهورك كده ومتابعينك النادي اللي انت طلعت منه من في المحله. لا غزل المحله كان هناك اول حاجه، انا بديت في نادي اسمه عمال طنطا طبعا ده في طنطا، وبعد كده الحمد لله اتنقلت للغزل ومنها بقى الحمد لله بقيت مدرب. ما شاء الله مدرب ونمسك الخشب، مسمع في اسكندريه كتير وربنا يوفقك ان شاء الله. الحمد لله حبيبي يا كابتن. احمد نجم كبير في قطاع الناشئين في نادي السكه الحديد السكندري. في البدايه قبل ما احمد صالح ما يروح السكه الحديد، اكيد انت كنت في مكان او في نادي او في اكاديميه، عرفنا كده انت كنت يعني ازاي شافوك في سكه الحديد اسكندريه وازاي رحت النادي السكه. انا كنت في بدايتي رحت اكاديميه حرس الحدود، وبعد كده رحت السكه الحديد، كابتن حمدي اللي وداني هناك. يعني بدايتك كانت ايضا سكندريه، كنت في الاكاديميه الخاصه بنادي حرس الحدود. أي. حرس الحدود. طيب ابو حميد، احنا يمكن في الكواليس وفي الطريق احمد صالح ما شاء الله بتلعب، اصلا انت مواليد 2004، ربنا كرمك وتصعدت في بدايه الموسم لل 2003، والكرم كان زياده شويه كمان وكنت موجود في مواليد 2000. كلمنا كده في عن مبارياتك في السكه الحديد هذا الموسم خاصه 2003. 2003 كان دوري جامد، فيه تحديات جامده، واصعب ماتشات فيها كانت ام في بي، كان ماتش صعود والحمد لله يعني كسبنا وجبت هدف اليوم ده. انا عارف ان السكه حديد 2003 صعد للدور التالي، وده حاجه جميله جدا. أيوة وخاصه طبعا. اسم زي اسم نادي السكه الحديد. ايوه كانت فرحه جامده جدا طبعا. تيجي نخش على حلقتنا بقى.
كابتن شيكا جاهز؟ جاهز يا كابتن. طبعا يا جماعه احنا زي ما اتفقنا وبدانا مع بعض قلنا ان فقراتنا متنوعه، بنتكلم على الدوريات اللي موجوده داخل مصر، وان شاء الله من الحلقه القادمه هنتكلم في فقره عالميه. خلينا كده كابتن شيكا نتكلم مع بعض الاسبوع او الجوله ال 12 في الدوري العام. النتائج الأخيرة عرفنا كده وعرف مشاهدي الكرة في أسبوع آخر النتائج الجولة الأخيرة. كان الماتش الأول بين المقاولين العرب ومصر المقاصة وانتهى بتعادل الإيجابي 1-1. بعدها ماتش الزمالك وطنطا، وده كان ماتش صعب جدا على الزمالك. صعبة جدا. يلا صعبة الغيابات بتاعت الزمالك طبعا، كان عندك فرجاني ساسي وعندك طارق حامد، دولت من يعني عمود الفقري بتاع الفرقة. ده عمود الفرقه طبعا كان غايب، عشان كده برضو كان في تاثير جامد. وانت بس لازم نتوقف عند هذه المباراه، يعني احنا هنتكلم على النتائج، لكن في هذه المباراه كابتن شيكا شفت الفرحه؟ شفت فرحه الانتصار؟ طبعا فرحتنا كلنا. من زمان جمهور نادي الزمالك ما شافش الاهداف اللي في الوقت الضايع. لا المشكله مش في الاهداف، المشكله في الوقت ده بالذات. اول مره من حوالي سنه نجيب جون في الدقيقه بعد الدقيقه 90، يعني فرحة لنا طبعا. كان النتيجة 2-1 لطنطا، يعني بعد كده رجعنا عملنا ريمونتادا. فرحة المدرب طبعا ديت مش فرحة ليه هو طبعا شخصيا، اللي هو كسب طنطا مع احترام لطنطا طبعا، لا دي فرحته لان بالتشكيلة بتاعته اللي عملها. على فكرة يا جماعة الكابتن شيكا بيتكلم بيقول لينا، لان الكابتن شيكا زملكاوي، لان احنا ما بنخبيش حاجة على حد، واحنا بنبارك له وبنقول له ان شاء الله انا اتمنى ان نادي الزمالك يعود مره اخرى ان شاء الله، وبقوه جدا ان الدوري المصري من غير اهلي وزمالك والانديه الكبيره زي الاسماعيلي والاتحاد والمصري يبقى ما عندناش كوره. كابتن شيكا نكمل، كان في بعد مباراه الزمالك وطنطا مباراه قويه جدا، الاهلي واف سي مصر، ده انت بفوز الاهلي 3-1 طبعا، احرز الاهداف اجاي ومروان محسن بعد عوده الغياب بعد عوده الغياب طويله طبعا، عمل جاب هدفين طبعا مروان محسن، بقى احمد الشيخ ده حاطط هدف يعني روعه بسم الله ما شاء الله عليه. المباراه كانت يوم الثلاثاء، اسوان والجونه. اسوان والجونه انتهى بالتعادل الايجابي 1-1، الانتاج الحربي والمصري 1-1، بيراميدز والاسماعيلي فاز بيراميدز 1-0 على الاسماعيلي، طلائع الجيش وحرس الحدود كان 3-0 لحرس الحدود، ودي حرس الحدود بقى متفوق يعني ماتشين ورا بعض كده. كويس طبعا نتيجه ايجابيه للكابتن طارق العشري انه يفوز يعني ست نقاط ورا بعض، مهمين جدا ان حرس الحدود فرقه كبيره. فرقه كويسه جدا طبعا في اسكندريه. عندك سموحه وادي دجله، وادي دجله برضه 3-2، وفي الاخر انبي والاتحاد 0-0. طبعا قبل ما نعرض مع بعض على الشاشه جدول الترتيب، وقبل ما نروح لاحمد صالح وهو بيقول لنا الترتيب، مباراه سموحه ودجله كانت هي السبب في رحيل التوأم حسام وابراهيم عن نادي سموحه، ايه رايك في هذا الخبر والقرار؟ لا هو ده قرار ما كانش استقاله، كان استقاله ما كانش اقاله، هو حسام حسن هو اللي طلب الاقاله طبعا، فهي ظروف بقى، بس هو مدرب كويس جدا طبعا. على فكره يمكن في الكواليس هو حسام وابراهيم كانوا الحاج فرج ما كانش عايز يمشي حسام ابراهيم، ولكن احتراما لشخصيه كابتن حسام هم خلاص يعني مش استغنوا عنه، هو الراجل طلب الرحيل لان النتائج مش ماشيه معاه في اخر مباراتين. وعلى فكره في مفاجاه ان بنسبه كبيره القادم لنادي سموحه هيكون الكابتن حماده صدقي. كابتن حماده صدقي موجود حاليا مع نادي الهلال السوداني، واحتمال المباراه القادمه للهلال هتكون اخر مباراه امام النجم الساحلي، ويعود كابتن حماده صدقي الى جمهوريه مصر العربيه مع سموحه، ولكن دي في الكواليس. احمد نتكلم مع بعض في النتائج وهتتعرض معانا على الشاشه او الترتيب. معانا مين في الترتيب في الجدول؟ ترتيب الاهلي متصدر الدوري طبعا، لعب 10 ماتشات وب 30 نقطه، فايز كل ماتشاته يعني. وبعد منه المقاولون العرب لعب 12 ماتش وفاز وعنده 26 نقطة. الزمالك؟ الزمالك لعب 11 وعنده 21 نقطة. 21 نقطة تمام. الاتحاد بعد منه 12 لعب 12 وعنده 21 نقطة. قبل ما نكمل الترتيب مع بعض أبو حميد، ما أنت شايف في حاجة كده غريبة في الجدول أو في المربع الذهبي كده في البداية؟ الطبيعي اهلي وزمالك. الزمالك بقى هنا المقاولين والاتحاد، يعني سيد البلد لاول مره يبقى موجود في المربع الذهبي وبيحافظ على مكانته، وايضا المقاولين العرب بسم الله ما شاء الله. هتقول لي في فرق ماتش او ماتشين ما يفرقش، خاصه ان الاتحاد والمقاولين بنفسهم في الدور الاول على القمه مع الزمالك والاهلي.
نكمل مع بعض. المركز الخامس بيراميدز لعب 12 مباراه وعنده 19 نقطه. دي مفاجاه ايضا يا ابو حميد. أيوة. لان بيراميدز احنا متعودين على ايه الموسم اللي فات؟ ان هو يبقى الاول يكون في القمه مع الاهلي والزمالك. المركز السادس حرس الحدود لعب 12 مباراه وعنده 17 نقطه. والمركز السابع سموحه 12 لعب 12 وفاز وعنده 17 نقطه. تمام. المركز الثامن الانتاج الحربي 12 لعب 12 وعنده 17 نقطه برضه. ام بي لعب 12 وعنده 16 نقطه. في المركز العاشر بياتي نادي النصر البورسعيدي لعب 11 مباراه وعنده 15 نقطه. المركز الحادي عشر الاسماعيلي 14 نقطه. نادي الجونه 12 نقطه. طبعا طلائع الجيش 11. اف سي مصر 11. طنطا بقى نتكلم بقى على المؤخره، طنطا 10 نقاط. مصر المقصه 10 نقاط ايضا، ودجله 9 واسوان 8. ده الترتيب يا ابو حميد. شايف بقى الجدول الترتيب هنا ازاي؟ يعني احنا خلاص اتكلمنا على المقدمه وقلنا اهلي زمالك مقاولين اتحاد. شايف اسوان ودجله والمقصه وطنطا صراع الهبوط، مين اللي ممكن ربنا يكرمه كده في الدوري في الدور الثاني يقدر ينقذ نفسه كده ويبقى موجود في الدوري؟ شايف مين؟ ومتابعتك طبعا للمباريات. اف سي مصر. اف سي مصر، يعني شايف ان اف سي مصر ممكن يستمر ما يبقاش في معمعه الهبوط. ايوه. كابتن شيكا، احنا عرضنا مع بعض الجدول الترتيب، شايف في مفاجات في الترتيب؟ هي المفاجأة الوحيدة طبعا المقاولين، هي عندها لعبة 12 ماتش عندها 26 بنطة. يعني الزمالك ده مش مكانه، بنقول ده مش مكانه طبعا، بس هي ظروف ماتشات الحمد لله، وان شاء الله يبقى في المتقدمة ان شاء الله. عندنا بقى تحت دجلة والمقصة وطنطا، دولت مش متوقعين طبعا ان هم يبقى تحت كده في الترتيب. هي مفاجأة فعلا، بالاخص دجلة والمقصة. يعني بسم الله ما شاء الله عندهم جهاز فني على مستوى عالي، واحنا نتملي كده دجله موجود في منطقه الدفء، والمقصه كان بينافس في سنه من السنين. اسوان وافد جديد من القسم الثاني، ولكن هو مش قادر، يعني الدنيا صعبه لسه شويه، 8 بونت والدور الاول قرب على الانتهاء. بنتمنى ان شاء الله التوفيق لجميع الانديه المصريه في الدوري العام. ويمكن نصيحه او مناشده، اتمنى اشوف الجمهور. يعني احنا بقالنا كام سنه بنقول الجمهور راجع الجمهور راجع، فاتمنى الكوره من غير جمهور حاجه صعبه جدا. يعني احنا بنتفرج على مباراه السم والبكم بصراحه، يعني انا اهاتي الجمهور بالنسبه انا ليا كمشاهد عبر شاشه التلفزيون، او الجمهور اللي موجود في الملعب اللي بيدي الروح للاعبين. كابتن شيكا في عجاله كده عرفنا كده الجوله 13. الجوله 13 تبدا باف سي مصر مع المقاولين يوم السبت ان شاء الله اللي هو بكره الساعه 5. حرس الحدود وسموحه يوم الاحد الساعه 2:30. المقصه وينبي يوم الاحد الساعه 5. الاسماعيلي وطلائع الجيش هيبقى يوم الاحد الساعه 7:30. هيجي دجله والانتاج يوم الاثنين الساعه 5. عندك الاهلي وطنطا يوم الاربع الساعه 7:30. قبله هيبقى ماتش الجونه مع الزمالك هيبقى الساعه 5. عندك المصري اسوان يوم الخميس الساعه 5، والاتحاد وبيراميدز يوم الخميس الساعه 7:30. ان شاء الله بنتمنى لهم التوفيق ونلاقي مباريات ممتعه باذن الله. ان شاء الله. ابو حميد، ابطال الدوري الافريقي عندنا نادي الزمالك ونادي الاهلي في البطوله. في الزمالك في المجموعه الاولى والاهلي في المجموعه الثانيه. ساعتين والزمالك مباراه قويه جدا النهارده امام زيسكو. شايف من واقع الجدول قدام جدول الترتيب بالنسبه للزمالك، الزمالك في المركز الثاني 4 نقاط، شايف الدنيا ماشيه ازاي وتوقعاتك لمباراه اليوم بالاخص؟ ان شاء الله فوز الزمالك يعني ويتصدر المجموعه ان شاء الله. احنا بنتمنى ان الزمالك يفوز. أيوة. على الرغم ان المباراه صعبه امام زيسكو. أيوة. شايف الترتيب ده واقعي بعد 3 مباريات؟ حلو الترتيب، ممتاز. شايف يعني ان الزمالك موقعه كمركز ثاني ده طبيعي للزمالك؟ لا طبعا، موقعه ان هو يبقى اول دايما يعني. تمام. كابتن شيكا، شايف الزمالك النهارده وتوقعاتك للنتيجه؟ لا ان شاء الله الزمالك هيفوز النهارده برضه، بس عندك زيسكو فريق صعب جدا طبعا، جاي على ملعبك هيبقى فريق رخم النهارده بمعنى الكوره. عنده 2 بونت وانت عندك 4، لو كسبك النهارده هو هيبقى عنده 5 بونت، انت لو كسبت هيبقى عندك 7. ان شاء الله نبقى متصدرين مؤقتا لماتش مازيمبا هيبقى يلعب مع اول اغسطس غدا، فان شاء الله الزمالك هيفوز. التشكيل بقى انت يعني يمكن احنا اقل من ساعتين والمباراه ستقام عندنا هنا في القاهره. التشكيل كابتن شيكا المتوقع ان شاء الله؟ محمد ابو جبل معاه الونش، وهيبقى محمود علاء، اتوقع يبقى العبغاني هيلعب باك رايت النهارده، وهيبقى عبد الشافي باك ليفت، هيلعب فرجان اساسي وطارق حامد 2 ديفندرات، هيلعب قدامهم بن شرقي، اتوقع هيبقى زيزو اوباما، وهيبقى قدام مصطفى محمد.
شايف التشكيله والتوليفه ديت كده ان شاء الله تقدر تخلي الزمالك انه يتغلب هي دي وبسهوله؟ توقعات لنا ان بس ان شاء الله هتبقى تشكيله كويسه النهارده، خاصه برجوع النهارده فريجان اساس وطارق حامد لمكانهم الاصلي. ان شاء الله احنا بنتمنى جميعا نادي الزمالك بطل مصر وممثل الكره المصريه الليله ان يتغلب على زيسكو ان شاء الله، ونتمنى ان فرق مصر كلها في البطوله الافريقيه تكون في المقدمه باذن الله. طبعا ما ننساش ان النادي الاهلي غدا ايضا في مجموعته المجموعه الثانيه هيلعب مع بلاتينيوم ان شاء الله، بنتمنى له التوفيق. المباراه هتكون الساعه 3 ظهرا. كابتن احمد صالح، شايف الترتيب كده، قول لنا ترتيب مجموعه النادي الاهلي. النجم الساحلي متصدر المجموعه طبعا، والاهلي المركز الثاني، والثالث الهلال، وبلاتينيوم المركز الرابع الاخير. أيوة طبعا بلاتينيوم ملوش نصيب في الصعود ولا يعني تحصيل حاصل مبارياته، ولكن ده ما يمنعش انه هيقدم مباراه قويه جدا امام النادي الاهلي غدا عشان يسيب بصمه وهو بيلعب مع انديه كبرى. كابتن شيكا، النجم الساحلي 6، الاهلي 6، مجموعه الموت، الهلال 6، حاجه صعبه. مجموعه الموت يعني مجموعه صعبه جدا برضه، بنتمنى التوفيق طبعا للنادي الاهلي طبعا، لانه الممثل بتاع مصر لنا في بطوله افريقيا مع نادي الزمالك. طبعا زي ما انت قلت حضرتك بلاتينيوم هتبقى بره التوقعات خالص، بس لازم هتلعب بكره ماتش جامد ضد الاهلي عشان خاطر الشهره، بيلعبوا ضد نادي كبير احسن من احسن نادي في افريقيا، يعني الناس كلها تتكلم عنهم هيتفرجوا، عارفين ان مصر كلها تتابعهم، فعشان كده يعملوا مباراه قويه جدا، وبنتوقع انها تبقى مباراه مميزه بكره، بس ان شاء الله النادي الاهلي هيفوز. مجموعه صعبه زي ما انت ما قلت كابتن شيكا، مجموعه الموت يعني 3 فرق 6 نقاط، يعني مفيش فريق هيحاول يفرط في نقطه لان هيبقى الموضوع صعب جدا. يعني النادي الاهلي عنده مباراه حياه او موت غدا خارج ملعبه، دي مهمه جدا على فكره. يعني اعتقد ان لو الاهلي ربنا كرمه ورجع ب3 نقاط هقول لك حط رجله في الدور كده يبقى صاعد ان شاء الله بنسبه كبيره. اول او ثاني، بس ان شاء الله يبقى صاعد اول، لان انت عندك بكره النجم الساحلي هيلعب مع الهلال، فالاثنين دولت يعني طول. التعادل هيبقى كويس للاهلي، وزي ما انت قلت حضرتك هيبقى النجم الساحلي والهلال، يعني هيبقى ماتش جامد جدا. والله العظيم كابتن شيكا، هو اي نتيجه في هذه المباراه لصالح الاهلي، لصالح في حاله فوز النادي الاهلي. لا ان شاء الله الاهلي هيفوز بكره ان شاء الله. ان شاء الله بنتمنى التوفيق للانديه المصريه، نادي الاهلي ونادي الزمالك في بطوله ابطال الدوري الافريقي. طبعا كان عندنا احتفاليه جميله جدا في الجونه، الافضل افريقيا، افضل محترف، افضل لاعب محلي، كانت في مفاجآت، الكل اتكلم محمد صلاح ليه ما جاش. احنا كلنا كنا عارفين في الكواليس ان محمد صلاح مش هياخد الجائزه. طبعا محمد صلاح خد الجائزه الموسم الماضي من بلد ساديو مانيه، كان في السنغال، وشفنا الفرحه وشفنا الرقصه وشفنا الجمال وحب الجميل لمحمد صلاح لما خد الجائزه. كان في بعض التفاصيل كده احنا مش هنتكلم فيها، لان كل القنوات كل البرامج اتكلمت على ليه محمد صلاح ما جاش، الكل اتفلسف قال ما جاش عشان كذا وما جاش عشان كذا، مش هنخوض في هذه في هذا الكلام خالص، ولكن احنا خلينا نقول الايجابيات. كابتن شيكا، نستعرض مع بعض كده الجوائز ومين اللي كان افضل. افضل لاعب طبعا النجم، يعني نجم كبير جدا طبعا، نجم ساديو ماني، ما بنقللش طبعا من قيمه الكابتن محمد صلاح، بس كابتن محمد صلاح طبعا خدها مرتين ورا بعض، بس انا يعني السنه دي بصراحه ساديو ماني متفوق جدا، لاعب ممتاز، لاعب كويس. عندك افضل لاعب محل يوسف بلايلي، ده لاعب بسم الله ما شاء الله عليه، لاعب جامد، خدها طبعا من نجمنا الكبير طارق حامد، بس هي الناس هناك مفكره طارق حامد لاعب كويس جدا في مكانه، من احسن لعيبه في افريقيا، لاعب جامد جدا طبعا. افضل لاعب صاعد اشرف حكيمي. احمد صالح، شفت الحفل التكريم ولا ما تابعتوش؟ لا ما تابعتوش صراحه. طب ايه رايك في الاختيارات؟ يعني ساديو ماني والمنافسه كانت مع محمد صلاح، كان محمد صلاح بالاخص كمصر، مين اللي كان اكفأ بصراحه، ساديو ولا كان محمد؟ هو ساديو ماني، بس محمد صلاح يعني ربنا دي امنيتنا عشان راجل مصر بنحبه، ولكن مش محمد صلاح مش هيفضل على طول ياخد الجائزه، خاصه ان اكيد هيبقى في بعض المواسم كابتن شيكا ان محمد صلاح مش موفق، ساديو ماني هو اللي موفق، ونتمنى ان يكون محمد صلاح مستمر على طول في منصه التتويج. شايف كابتن طارق حامد نجم مصر ونادي الزمالك اتظلم في الاختيار ولا ده كان طبيعي؟ لا ده طبيعي طبعا، لان الزمالك ما خدش بطوله عشان كده ما خدش احسن لاعب. يمكن يعني الكل ما خدش باله من الكلام الجميل والكلام الواعي لاحمد صالح، الكل كان بيقول ليه طارق ما خدش البطوله، فعلا الكلام ده كلام كبير. يمكن من حسن حظ يوسف
ان هو موجود في نادي الترجي اللي هو خد بطوله معاه، وخد بطوله. يمكن الحظ الوحش يعني ان الزمالك ما خدش بطوله مؤخرا، هو خد بطوله الكونفدراليه ولكن بطوله ابطال الدوري بتبقى اعلى، فدي بتبقى ليها عامل يبقى نقاط بقى والناس بتتابع وده الافضل وكده. فان شاء الله احنا بنتمنى ان يكون في كل منافسه وفي كل تتويج يكون في لاعب مصري او اثنين او ثلاثه. طبعا انت اتكلمت يا كابتن قلت منتخب السيدات الكاميرون كان هو الافضل، احنا بنتمنى ان يكون عندنا بقى منتخب السيدات في مصر نحس ان عندنا كره انسات. ان شاء الله تبقى دي في الخطوه الجايه ان شاء الله بقى نركز طبعا، لان عندنا يبقى فريق سيدات طبعا مصري، لان انت عندك طبعا افضل منتخب سيدات السنه دي هو الكاميرون، والسنه اللي فاتت كان الكاميرون منتخب كويس جدا بيمتاز باللعيبه الكويسه هناك جدا. طبعا افضل اتحاد كوره الاتحاد المصري يعني. اي نعم احنا كنا الافضل في التنظيم، طول عمر مصر ولاده وطول عمر مصر بتقدر تنظم المحافل، ولكن مش هقدر اتكلم الاتحاد المصري. هاخد رايك واخد راي احمد، شايف الاتحاد المصري افضل اتحاد؟ طبعا الاتحاد المصري طبعا السنه دي احنا خدناها عشان طبعا البطوله الافريقيه اللي نظمناها عندنا، انما بصراحه مش عارف. احمد صالح سيبك بقى من افريقيا نخش عليك شويه. ابو حميد انت موجود في نادي السكه الحديد، كابتن شيكا صعدك لفرقه ال 2003 وايضا في ال 2000، شايف فرقه ال 2000 انتوا لعبتوا كام مباراه في الدور الثاني؟ مباراه واحده بس. مباراه واحده بس كانت امام مين تتذكر؟ ركتة. فريق ركتة. انا اسمع ان فريق ركتة ده فريق كبير، فريق قوي جدا طبعا، واعتمدت عليه اللي هو يلعب في الماتش ده، لعيب جامد احمد طبعا، مش اول مره نتكلم عنه، الناس كلها طبعا بتتكلم عنه. انا جيت النادي السكه الحديد لقيته لعيب متميز جدا، صعد معايا فرقه 2003، واول ما مسكت فرقه 2000 صعد معايا وبدا اساسي كمان. ابو حميد لعبت مع ركتة، وانا سمعت ان كان في تفاصيل قويه جدا في المباراه. كانت مباراه جامده جدا، وجبت ضربه جزاء والحكم حسبها ورجع حكم الراي قال له لا مش ضربه جزاء، واتلغت ضربه جزاء. كانت واضحه، احنا شفناها فعلا في الكواليس. ضربه جزاء ضربه جزاء يعني صعبه، يعني صعب انها ما تتحسبش، حاجه صعبه. شايف بقى ان شاء الله احمد فرقه ال 2000 في المباراه القادمه، لسه دور ثاني كامل في اسكندريه، بتستعد بقوه والدنيا ماشيه معاك ازاي؟ ايوه بنستعد بقوه طبعا، تمرينات وبدني وكل حاجه عشان نعرف نكمل اخر الدور ان شاء الله، ونصعد بقى وناخد الدور ان شاء الله. ان شاء الله ابو حميد بنتمنى لك التوفيق. معانا مداخله يا جماعه ولا في ايه؟ في مداخله؟ تمام. هنطلع كده مداخله مع مصطفى ايمن. مصطفى ايمن مراسل برنامج الكره في اسبوع. مصطفى الو. ايوه السلام عليكم. ازيك يا مصطفى اخبارك ايه؟ السلام عليكم. ايوه مصطفى. الحمد لله والله بخير كابتن محمد، بنرحب بيك وبضيوفك الكرام كابتن شيكا طبعا المدرب المتميز اللي عامل طفره في قطاع الناشئين في السكه الحديد، مواليد 2003 مواليد 2004 مواليد 2000، وبنرحب بالنجم احمد صالح الصاعد الواعد المتميز، وان شاء الله يلعب في نادي في الدوري الممتاز حبيبي. يمكن عندنا النهارده في الدوري الممتاز دوري القسم الثاني الممتاز فيه كواليس كثيره جدا جدا، وعندنا اخبار. اتفضل يا مصطفى اتفضل. يمكن غزل المحله بيتعاقد مع اللاعب سيد شعبان مهاجم بيلا واف سي مصر السابق لمده 3 مواسم. معاك يا مصطفى كمل. وحيد محسن لاعب دمنهور وهداف مجموعة بحر ينتقل إلى نادي فاركو ب 250 ألف جنيه لمدة 3 مواسم. بني عبيد يتعاقد مع اللاعب نادر السيد لاعب المنصورة على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور. يمكن صفقات نادي الرجاء بيضم محمد عباس ريعو لمدة موسم ونصف من الداخلية، وبيضم وائل فراج ايضا لمده موسم ونصف من الداخليه لاعب المقصه وبتروجيت السابق. الرجاء بيضم المدافع عبد الحميد سامي مدافع الاسماعيلي ومصر المقصه السابق لمده موسم ونصف، وبرده بيضم الرجاء المهاجم جون سيلا لاعب الحريه المطروحي. كابتن ابراهيم الشهيدي مديرا فنيا لنادي بيلا. رحيل المدافع السيد سويلة ملاعب الوسط محمود فتحي من دمنهور بعد فسخ التعاقد بالتراضي. مصطفى سامعني؟
ايوه سامع. طيب مصطفى، بمناسبه انك مراسل البحيره، اخر اخبار دمنهور؟ اخر اخبار دمنهور، اخر اخبار دمنهور كابتن محمد، اتكلمت مع الكابتن كمال فريد وقال لك ان صفقات الجديده بكره ان شاء الله هتنزل التدريب. اخبار صفقات دمنهور: فاروق عطيه مهاجم الانتاج الحربي السابق ينتقل الى دمنهور لمده موسم ونصف. مصطفى سماره لاعب دمنهور السابق اعار دمنهور من الاعلاميين لمده 6 شهور. رياض حسين صانع العاب سيراميكا كليوباترا لمده موسم ونصف. وايضا عمرو نبيل مدافع بيلا والاتحاد السابق لمده موسم ونصف لنادي العاب دمنهور. الكل في جماهير البحيره هنا بيعول على دمنهور الكثير والكثير للصعود للدوري الممتاز. وطبعا لاعبي نادي العاب دمنهور بينتظروا صرف المستحقات الماليه. دمنهور يوم الاحد والاثنين فيه تدريب فتره صباحيه ومسائيه. تمام. يوم الثلاث ان شاء الله عندهم مباراه الزلنجات الوديه استعدادا لمباراه بلديه المحله، وكان لعبوا مباراتين وديتين، كان كسبوا النصر السكندري 5-0 وكان تعادلوا مع مركز شباب الحمام 0-0. الاربع والخميس والجمعه والسبت والحد تدريب عادي جدا، ويوم الاثنين تدريب خفيف، وبعدين هيدخلوا في معسكر مغلق استعدادا لمباراه بلديه المحله يوم الثلاث. يمكن دمنهور بيفتقد جهود خدمات الحارس عمرو السعيدي، الحارس نادي العاب دمنهور الاساسي مصطفى على الانذار الثالث. مصطفى أيوة. بنتمنى ان شاء الله التوفيق لنادي العاب دمنهور، بما انك مراسلنا من محافظه البحيره ودمنهور، وان شاء الله في الحلقات القادمة تكون معانا بتقارير متميزة يا مصطفى من دوري الممتاز به ودوري القسم الثالث. بنشكرك يا مصطفى، مصطفى أيمن مراسل متميز. كابتن شيكا، ناخد بقى من مصطفى من كلامه على الممتاز به وندخل على مجموعة الصعيد في القسم الثاني. طبعا احنا الدوري الممتاز به انتهى الدور الأول في 3 مجموعات، والكل ينتظر انطلاق الدور الثاني. طبعا هو متأجل ان شاء الله هينطلق يوم 19 و20 و21 الشهر الجاري. شايف ترتيب مجموعه الصعيد؟ البنك الاهلي طبعا متصدر ب 24 بونت، بني سويف ثاني يحل ثاني ب 23 بونت، الاولمبي 22، قناه نادي القناه عنده 19 بونت، تليفونات بني سويف 16، المنيا 15، الاعلاميين 14 بونت، المركز الثامن بترول اسيوط 14، المركز التاسع الفيوم عنده 13 بونت، المركز العاشر سوهاج عنده 12 بونت، بقى في المؤخره ديروت عندها 5 بونت وطهطا 4 بونت. كابتن شيكا، شايف الترتيب في نهايه الدور الاول لسه ما بقتش معلي مين اللي يصعد؟ لا لسه، انت عندك طبعا الفرق ما بين الاول والثاني حوالي 6 بونت، يعني ماتشين. ما بين الاول والسادس ماتشين، عندك تليفونات بني سويف عندها 16، عندك النادي البنك الاهلي عنده 24 بونت. لا لا لسه شويه. يمكن مجموعه الصعيد يا جماعه كانت في انديه كتير في المجموعه في الدوري الممتاز، يعني بني سويف، الالومنيوم، المانيا، فريق بترول اسيوط، فريق سوهاج، فرق كبيره كانت موجوده في الدوري الممتاز، ولكن برضو ما زلنا نكرر المادة الفلوس هي اللي بتعمل كل حاجة. هنشوف مع بعض في الثلاث مجموعات. احنا بنتكلم في مجموعة الصعيد دلوقتي، مين اللي متصدر؟ البنك الاهلي مؤسسة متصدر الدوري، متصدر قمة مجموعة الصعيد، ويمكن هو لسه بدري، ولكن ايضا النفس الطويل محتاج مصاريف، محتاج المادة هي اللي بتغلب في الدرجة دي بالاخص، عشان بقدر اشتري لاعب، اقدر اجيب مدير فني على مستوى عالي، اقدر اعمل معسكرات مباريات قويه، يبقى عندي ملعب قوي. بنتمنى التوفيق للجميع، ونادي البنك الاهلي هو المتصدر في هذه المجموعه. احمد، مجموعه القاهره ايضا لسه ما زلنا في الممتاز به، الترتيب معاك يا ابو حميد. في المركز الاول سيراميكا ب 27 نقطه، وفي المركز الثاني الداخليه ب 19 نقطه، وفي المركز الثالث القناه ب 19 نقطه برضه، في المركز الرابع مركز شباب السويس ب 17 نقطة، منتخب السويس، منتخب السويس ب 17 نقطة، وفي المركز الخامس كوكاكولا ب 16 نقطة. في المركز السادس معانا بتروجيت 15 نقطة، وفريق النجوم 14 نقطة، جمهورية شبين 14، والنصر 14، الترسانة 9 نقاط، والمريخ 6، والزرقاء 4. أحمد، الترتيب معاك وأنت لسه قايل الترتيب، شايف ايضا مين اللي ممكن يصعد من هذه المجموعه؟ النجوم والنصر. هو دي وجهه نظرك، ولكن انت شايف النجوم في المركز السابع لسه بدري، ولكن موقفه صعب شويه. نادي النصر ايضا في المركز التاسع،
كابتن شيكا نفس الوضع في مجموعة الصعيد، هو اللي موجود في مجموعة سيراميكا. سيراميكا طبعا مؤسسة سيراميكا، يعني انت بتتكلم في المجموعتين، مجموعة الصعيد عندك البنك الاهلي وتليفونات بني سويف وبعدها الاولمبي، عندك هنا بتتكلم في سيراميكا. وطبعا والداخلية دي يعني من كان بتعمل ماتشات جامده جدا طبعا في الدوري الممتاز. عندك القناه برضو عندها 19 بونت، تحتها منتخب السويس عنده 17. انت بتتكلم برضو في السيراميكا، انا يعني نادي مؤسسه برضو. على فكره كابتن شيكا يعني الحاجه الصعبه جدا في هذه المجموعه نادي الترسانه. الترسانه يعني من مجرد ما هبط للقسم الثاني مش عارفين يشوفوه. الترسانه يعني حوالي السنه اللي قبل اللي فاتت كان هيصعد لولا ضربه الجزاء اللي ضيعها، كان زمانه دلوقتي في الممتاز. بس السنه دي يعني المشكله في اللعيبه برضو والفلوس والماديات هي دي اللي مأثره عليه. ابو حميد احنا قلنا سيراميكا 27 نقطه هو الاول، ما زلنا بنقوله الفلوس، ايه رايك في الموضوع ده؟ طبعا سيراميكا فرقه كويسه ان شاء الله، كويس انها وهي صحيح. هي الاقرب للصعود على فكره. أيوة لان صحيح. 27 بونت ل 19 فرق 8 بونت. لو تلاحظوا حاجه في في الجدول او في المجموعه ديت فرق كتير جدا كانت في الدوري الممتاز، يمكن اغلب الفرق هتعد تقول ايه يعني هنقولهم يعني سيراميكا هيبقى وافد جديد اذا ربنا كرمه، الداخليه، بتروجيت، القناه، منتخب السويس، بتروجيت، النجوم، جمهوريه شبين، نادي النصر، والترسانه والمريخ. الفرق كلها يعني دي مجموعه صعبه جدا. طبعا انت كان عندك الداخليه لسه هابط من سنتين، يعني فرقه كويسه جدا، بتروجيت الموسم الماضي وبتروجيت السنه اللي فاتت، وعندك النجوم برضو لابس في الدوري الممتاز، وعندك الترسانه دي كان من نجوم الدوري الممتاز والمريخ. مجموعه صعبه جدا، يمكن فعلا هي مجموعه القاهره كل موسم بيطلق عليها مجموعه الموت، لان فعلا كل الانديه اللي فيها انديه كبيره جدا، كل الانديه فيها انديه بتلعب في الدوري الممتاز. لسه مستمرين مع احمد صالح وترتيب مجموعة بحري، مجموعة اسكندرية. قول لنا الترتيب ابو حميد. في المركز الأول فاركو، وفي المركز الثاني المحلة. في المركز الأول فاركو ب 23 نقطة والمحلة ب 21 نقطة. في المركز الثالث دمنهور ب 18 نقطة. في المركز الرابع المنصورة ب 16 نقطة. في المركز الخامس الرياء ب 16 نقطة. في المركز السادس بلدية المحلة ب 16 نقطة. في المركز السابع ديكيرنس ب 15 نقطة. في المركز الثامن الحمام ب 15 نقطة. أبو قير طبعا أبو قير الأسمدة ب 13 نقطة، والأولمبي ب 12 نقطة، وفي المركز ال 11 المالية ب 15 نقطة، وبيلا في ال 5 نقطة. كابتن شيكا سمعنا مع بعض من الكابتن أحمد صالح مجموعة بحري، وبنقول فرق مؤسسة تاني برضه مؤسسة، عندك نادي فاركو تحته يعني غزل المحلة طبعا الشركة، يعني انت بتتكلم برضه في ناديين كبار جدا، وبعدها دمنهور. المحلة برضه كان واخد الدوري المصري قبل كده، وصعد لبطولة افريقيا، وواخد كاس مصر قبل كده، يعني بنتكلم برضه في نادي كويس جدا. عندك فاركو عندها 23 بونت، المحلة 21 بونت، دمنهور 18، الفرق مش كتير. شايف ان المجموعة دي برضه لسه ما فيش حد قادر يحسم؟ لا لسه مجموعة صعبة، لسه مجموعة صعبة. انت عندك على فكرة فاركو لأول مرة انه بلغه الكوره بيركب جدول الترتيب. فاركو فريق كبير جدا في اسكندريه، من الفرق القويه جدا، كل موسم بيصرف مصاريف كبيره، ولكن هذا الموسم من بدايه الدوري وهو المركز الاول. طبعا المحله، طبعا بنتمنى عوده المحله ودمنهور، الفرق الشعبيه ديت ايضا، دي مجموعه فيها فرق كتير، المنصوره، دمنهور، بلديه المحله. انت عندك البلديه طبعا كابتن رضا عبد العال طبعا عامل طفره كبيره طبعا من ساعه ما جه نادي البلديه. وعلى فكره يا جماعه نفس اللي اتقال في مجموعه القاهره الترسانه، نفس موقف الترسانه هو نفس موقف الاولمبي، من ساعه ما هبط مش قادر يرجع مره ثانيه للدوري الممتاز. يمكن فقره الممتاز بنتهت، ولكن قبل ما نخش مع بعض على القسم الثالث معانا تليفون الكابتن احمد فاروق المدير الفني لنادي سبورتنج. كابتن احمد السلام عليكم. محمد كابتن احمد منور الدنيا، وطبعا استعدادات قويه جدا لنادي سبورتنج في القسم السادس بالاسكندريه. نفس الكلام كنا بنتكلم على فاركو في الممتاز به، هو المتصدر هذا الموسم. نادي سبورتنج ما شاء الله مسك الخشب من بدايه الموسم وهو الاول. كلمنا عن اخر استعدادات كابتن احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه طبعا احنا بنعمل علينا، وفي منافسة كبيرة مع فرق محترمة كتير. كالعادة كان كف الدوار بيبقى في هو منافس رئيسي، فكل فرق بتحاول تستثمر.
شايف يا كابتن احمد ان هذا الموسم زي ما حضرتك كنت بتقول كان كفر الدار المنافس التقليدي لنادي سبورتنج لكل موسم؟ هو اي فرقه الصعود كان بينافسها كفر الدار، يعني كفر الدار كان المنافس الاوحد الدائم، بيتغير بقى عليه مره بدر، مره ابو قير الاسمده، مره سبورتنج، مره اي حاجه ثاني. ظروف الكورونا عارفينها بتاع المنافسه مؤقتا زي الاول، عطت فرصة لأكثر من فريق يتنافس في بدر، في سبورتنج، في مياه البحيرة، اسكندرية البترول، وفي رام. شايف ان دول اصحاب المراكز الستة الأوائل، نقاطهم قريبة، بنتكلم من 28 بوينت، ست نقاط اللي ماتشين، دول قريبين جدا، وبالتالي خلال الدور الأول عشان الدوري فجأة أي حد يعمل أي حاجة. ممكن فريق من سابع ثامن بينافس في الاخر يعني. احنا شغالين ونحاول ربنا يكرمنا. كابتن احمد، يمكن كان فرقه سبورتنج ليها مباراه مؤجله امام نهضه العمريه، هتلعب امتى ان شاء الله؟ والله انا ما عنديش معلومه، انا كل مثلا بعرف من اتحاد الكوره ان النهارده مثلا يوم الثلاث ماتش، وبعدين بتمرن بستعد وبنزل بالاحمال بتاعتي، وفاجئ بعد كده ان الماتش مع المكان بنلتزم طبعا يعني. سبورتنج مع نهضة العملية في نهضة العملية، والترام مع الأباري في الترام. أنا آسف، في الأباري. في الأباري في الاثنين، سبورتنج والترام، بيتهيألي والله أعلم إن الاثنين مؤجلين عشان يبقى في تكافؤ فرص. معرفش صراحة يعني، أنا مش عارف والله. كابتن أحمد فاروق، إحنا بنتمنى التوفيق لفريق سبورتنج المحترم، وطبعًا إحنا عارفين إن كان المفترض إن غدًا انطلاق الدور الثاني، ولكن الأحوال الجوية صعبة جدًا في اسكندرية، هطول الأمطار متواصل، أجلت أو رحلت الأسبوع الأول ليوم الثلاث. نتمنى لك التوفيق إن شاء الله، وتوعدنا إن شاء الله تكون معانا ضيف في الأسابيع القادمة بإذن الله. شرفني جدا. بس في نقطة بس سمعتها في برنامجكم الجميل عايز اصححها. حضرتك قلت ان فاركو اول مرة يركب الجدول من اوله. فاركو سنة 2015 كان متصدر فرق كبير عن اللي تحتيه، ووصل دوري التلقي ولم يوفق في دوري التلقي. يعني دي برضو ايه، سنة تعتبر تالية ل 2015. بالفعل وصل للترقي في النظام السابق، ولكن هذا النظام الجديد ان على طول ما فيش ترقي، اول فريق بيصعد بالزبط. مباشره بالظبط. بالظبط. اشكرك كابتن احمد ونورتنا. شكرا. بنشكر الكابتن احمد فاروق، طبعا كابتن شيفا، كابتن احمد فاروق مدير فني كوف في اسكندريه في القسم الثالث، وزي ما اتكلمنا معاه عن موقف سبورتنج، وهنستكمل حديثنا وندخل على طول على القسم الثالث في مجموعه اسكندريه. النتائج كان طبعا كان في اسبوع ثالث كان مؤجل اتلعب في الايام الماضيه، هو الدور الاول انتهى على فكره. النتائج معاك يا كابتن شيكا. كوم حماده غزل كف الدوار، طبعا فوز الغزل 2-1، طبعا فاز ثلاث ماتشات ورا بعض بعد الدربكه اللي حصلت له. طبعا عندك مركز شباب المعموره مع حوش عيسى 2-1 للمعموره، كوم حماده مع بولين 1-0، عندك بدر مع مياه البحيره 4-3 لمياه البحيره، اسكندريه البترول مع رشيد فاز اسكندريه البترول 1-0، تاي البارود مع العبور تعادلوا تعادل ايجابي 1-1، عندك الاباري والترام المعموره العمريه مع سبورتنج طبعا لسه ما تلعبوش متاجلين. ابو حميد، الترتيب طبعا احنا بنتكلم مع الكابتن احمد فاروق في المداخله، سبورتنج في البدايه مجموعه صعبه جدا، قول لنا الترتيب كده. في المركز الاول سبورتنج ب 28 نقطة، ومياه البحيرة في المركز الثاني ب 28 نقطة برضه، وفي المركز الثالث الترام ب 26 نقطة، في المركز الرابع جدر ب 24 نقطة، في المركز الخامس البترول اسكندرية البترول ب 23 نقطة، في المركز السادس إيتاي البارود ب 22 نقطة، ومعانا برضه مركز شباب محمدة عنده 19 نقطة. ايوه. مركز شباب بولين 18، نهضة العمرية 17، العبور 16، المعموره 16، كفر الدوار 16، حوش عيسى ورشيد 15 نقطه، الاباري 13، ونادي كوم حماده 11. كابتن شيكا، شفنا الترتيب، شايف الدنيا ازاي؟ طبعا في دور كامل لسه هيتلعب،
سبورتنج والميه 28 بونت، الترام 26، وراهم بدر والبترول 23 وقتال بارود 22. يمكن من ست فرق بينافسهم على الصعود، وطبعا زي ما انت عارف النظام في القسم الثالث بيصعد اول فريق واحد وبيدخل دور الترقي. شايف هنا الدنيا ازاي ولا لعبه الكراسي الموسيقى هتشتغل؟ لا انا شايف طبعا هيبقى صعود سبورتنج، فريق متميز جدا طبعا، بيتدرب تدريب كويس، ماشي على خطة ثابته، عنده 28 بونت، مياه البحيره عندها 28. اتوقع يعني صعود سبورتنج. صعود سبورتنج تمام. يمكن قبل ما نقفل صفحه القسم الثالث عايز ادردش معاك شويه على غزل كفر الدوار. انت حضرت مباريات كتير لكفر الدوار، الدنيا كانت صعبه زي ما قال الكابتن احمد فاروق، طول عمر كفر الدوار المنافس في القسم الثالث علشان يصعد للممتاز به، ولكن هذا الموسم البداية كانت صعبة جدا لحد ما عملوا اجتماع رئيس النادي ومجلس الإدارة المحترم وما جابوش حد غريب، ابن النادي أيضا الكابتن أشرف جمعة، قعدوا يعيدوا الحسابات. ما شاء الله مباراتين ورا بعض، ست نقاط مهمين جدا خدوا فريق غزل كفر الدوار من المركز ال 15 الى المركز ال 12. شايف كفر الدوار هذا الموسم الدنيا ماشيه ازاي؟ المشكله السنه دي يعني الكابتن احمد امين لما مسك، مدرب مميز جدا طبعا ومحترم، مسك الفرقه وعنده حوالي 10 لعيبه مصابين من القوام الاساسي بتاعه. يعني لما اللعيبه رجعت، اللعيبه كانت لسه برضو يعني راجعه من الاصابات، فلسه ما حالفهمش الحظ اللي هم يكسبوا. فيعني النهارده طبعا بعد الاجتماع بتاعهم يعني فازوا ثلاث ماتشات ورا بعض، يعني ثلاث ماتشات بتسع نقط طبعا زي ما انت قلت من المركز ال 15 دلوقتي، يعني الحمد لله ربنا كرمهم. يعني هبص انت لو لقيته في المركز ال 12 16 بونت هتلاقي فيه فرقتين زيه 16 ونقطه العمليه 17، يعني مباراه تخليه في مباراه تخليه عنده في السابع الثامن. يعني هو المشكله هناك في كفر الدار ايه؟ ان ده نادي المفترض نادي شركه، المفترض نادي شركه. الشركة هناك غزل كفر الدوار، غزل والنسيج، للأسف مفيش المصاريف اللي كان زمان بتتعهد شركات الغزل بالمصاريف على الأندية، الدنيا صعبة. مجلس الإدارة بيحاول في نادي غزل كفر الدوار على قدر المستطاع ان هم يسعوا الى الفرقة ان على الأقل ما تهبطش. طبعا هم نادي غزل كفر الدوار استحالة يجيب مدير فني من الخارج، أبنائه موجودين، نادي غزل كفر الدوار من الأندية الولادة، نجومها منتشرين في جمهورية مصر العربية. كان موجود الكابتن احمد امين في بدايه الموسم، الحظ ما سعفوش انه يقدر يعمل نتائج طيبه، حاول اجتهد، كمل المسيره الكابتن اشرف جمعه وكلهم واحد. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله من هنا من برنامج الكره في اسبوع، نتمنى لكم التوفيق غزل كفر الدار، وان شاء الله هيكون في كاميرا في المباريات القادمه ان شاء الله ترصد نتائجكم في دوري القسم الثالث. يمكن احنا معانا مداخله قبل ما ندخل على الفقره بقى، فقره الناشئين، هندردش معاك على بعض النتائج. المداخلة معنا مداخلة يا جماعة، فصل فصل. طيب سريعا كده عشان الوقت، النتائج بسرعة كده يا ابو حميد. بطولة الجمهورية 2001 طنطا والمصري، فوز المصري 4 فوز المصري 4-1 على طنطا، والاسماعيلي وسموحة، فوز الاسماعيلي 1-0. الانتاج الانتاج واف سي مصر 2-1 الانتاج 2-1. الاهلي والجونة 2-1 للاهلي، ودجلة والاتحاد 2-1 لدجلة، والمقاولون وامبي 5-4 للمقاولون، المقصة والحرس 1-0، وبيراميدز وطلاع الجيش 1-0. يمكن حلقتنا بتجري بسرعة، حابب تقول ايه كابتن شيكا قبل ما ننهي فقرتنا وحلقتنا النهاردة؟ أنا طبعا بشكرك كابتن محمد طبعا على البرنامج الجميل كرة في أسبوع، وإن شاء الله يبقى أحسن برنامج في مصر، وبشكرك طبعا على الاستضافة. بشكرك كابتن شيكا. حبيبي كابتن أحمد صالح، قبل ما نختم لقاءنا بيك عايز تقول ايه وتوجه كلامك لمين؟ بوجه كلامي طبعا لأهل وناسي حبايبي اللي مشجعيني دايما ان انا اوصل ان شاء الله، والكابتن شيكا والكابتن حمدي، الكابتن شيكا بيساعدني في كل حاجه، هو والكابتن حمدي ان انا اوصل يعني الحمد لله. احنا بنتمنى لك التوفيق طبعا، الوالد بقى والوالده. ايوه بشكر والدي ووالدتي، والدي واقف جنبي في كل حاجه معايا وتعب نفسه الحمد لله يعني، وان شاء الله مش هخيب امله فيه ان شاء الله. ان شاء الله احنا بنتمنى لك التوفيق وان شاء الله ربنا يكرمك في الامتحانات. احنا مش عايزين نطول عليك النهارده عشان الاختبارات خلاص، احنا الامتحانات ان شاء الله تكون معانا في الحلقات القادمه. طبعا في الكواليس يا جماعه ما ننساش نشكر الكابتن صالح منصور ابو طالب والد احمد اللي هو معانا على طول ان شاء الله. خلصت حلقتنا النهارده، ان شاء الله ان شاء الله تكون الحلقه القادمه يوم الجمعه باذن الله تنال اعجابكم ايضا. السلام عليكم.